فرصة جميلة جدا. أنا من زمان كنت عايز واحد زيك. أنا في الخدمة. وحضرتك نازل مصر فسحة ولا شغل؟ بدور. بدور على إيه؟ على شغل. أها. يعني خالي شغل. على فضل الكريم. طب إيه رأيك لو تشتغل معايا؟ أشتغل. إيه؟ في الأوتيل معايا. أنا صاحب أوتيل نجمة الشرق. اتفضل. الكارت بتاعه. أي وقت تجيني أنا تحت أمرك. اسمع والله. تسمح تقول لي مكتب الاستاذ عباس فين؟ فوق في الطرقه اللي على الشمال. شكرا. عفوا. طب روق يا عباس روق. كلمة مفيش فلوس يعني مفيش فلوس. لكن دي فلوسهم. بقابلني. ومش حرام العز والنغنغة والعربيات والبراح والبيجي وكل ده مالهم بتاعهم فلوسهم. فلوسهم فلوس الجن فلوس الشياطين مش شغلي. أمال شغل مين يا سعادة البيت؟ معرفش. وفلوسهم ليه؟ وبعدين؟ ما أنت كنت زيهم مش لاقي تاكل. اشتريت الاوتيل والفيلا والعربيات وبقيت راجل غلغاني من مالهم. مالهم؟ ايوه مالهم. مالهم اللي سرقوه. ومين اللي قال لهم يسرقوه؟ انت. خلاص تبقى فلوسي ونبقى خالصين. يا سلام نبقى خالصين. ولما قتمتهم وشردتهم وشردت ولادهم ودخلتهم السجن نبقى خالصين. ولما خدتهم من الدار للنار وعملت لهم البحر طحينه وقلت لهم اسرقوا البنك وسرقوه وجابوا لك الفلوس قد كده يبقى خالصين؟ قالوا لعصابهم. ولما رحت بسفرتك بلغت عنهم في السر وخليتهم خدوا مؤبد عشان تلهف انت الشنطتين لوحدك ومحدش يشاركك فيهم وتعيش في العز والنغنغه اللي انت فيها. نبقى خالصين؟ طب اتفضل بقى اطلع بره. بره! ما هو اسمع يا اما رجلك فوق رقبتك وتصرف على دول لغايه ما دوكهم يطلعوا من السجن. الشيطان واطلع من هنا. ما هو يا تفتح الخزنه دي يا افتح كرشك دلوقتي حالا. لا مفيش داعي. مفيش داعي ليه؟ ما تبلغ البوليس وتخلص. هي مش هتطلع بره. طالع. لكن مسير الوجوه هتتقابل يا عباس. فين الراجل ده؟ احنا لازم نبلغ البوليس. لا مفيش لازمه. ده كان بيشتغل عندي وبرضه كان عيش وملح مع بعض. اتفضل. فاكرني؟ أنا مش ممكن حنساك أبداً. تشرب حاجة؟ لا متشكر. أنا مش عايز أضيع لك وقتك، أنا كنت جاي عشان الوظيفة. أنا فعلاً يلزمني مدير للأوتيل لأني بسافر كتير. وتأكد إنك هتكون راضي عن عملي كل الرضا. كده؟ خلاص. من النهاردة أنا عينتك مدير للأوتيل. هديلك 60 جنيه في الشهر. الأكل والشرب على حساب الأوتيل. هديلك أوضة علشان تنام فيها. ولا أنت متجوز؟ لا أبداً. بتحب؟ أبداً أبداً. أحسن. البعد عنهم غنيمة. ابعد عن الستات تكسب دايما. تعرف ان دي احسن حاجة سمعتها منك. ده مبدأي في الحياة. مفيش حاجة تعطل الراجل عن شغله الا الستات. وده مبدأي انا كمان. يبقى اتفقنا. اعتبر نفسك من النهاردة المحل محلك وانا موظف عندك. مبروك يا جناب المدير. الله يبارك فيك. اطمن.